بعد افتتاح الرئيس السيسي مشروع الصوب الزراعية في مدينة العاشر من رمضان، ناس كتير بتسأل ايه فايدة المشروع؟ وهل هيحل أزمات المحاصيل الزراعية اللي كان آخرها أزمة البطاطس؟ المشروع ده بيقدم 7100 صوبة زراعية على مساحة 34000 فدان، هيخلينا ننتج 1.5 مليون طن سنوياً من الخضار والفاكهة، وده بيعادل إنتاج 150000 فدان بالزراعات التقليدية. المشروع مش بس هيوفر 75000 فرصة عمل للشباب و80% من مياه الري، ده هيخلي مصر في المرتبة الثانية على مستوى العالم في الزراعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية اللي هي الصوب الزراعية. مصر كانت بتستورد 90% من بذور المحاصيل بتكلفة 250 مليون دولار في السنة، بس مشروع الصوب الزراعية هيقضي على الاستيراد تماماً علشان الإنتاج هيكون محلي 100%. العالم كله شايف إن المشروع ده بمثابة ثورة زراعية في مصر، وده اللي خلى شركات زراعة أجنبية تعلن إن مصر صاحبة أكبر مشروع صوبات زراعية في تاريخ الزراعة الحديثة، واللي هيخلينا كمان كام سنة من أهم الموردين للمحاصيل في السوق العالمية. افهم اللي بيحصل وخليك في الصورة.